توماس ها شكلي ايه بيرفكت ستايل ها طب قول لي الساعه باينه كده باينه اوكي ايه اقفش عشان ابقى جان لا 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 انا عايز ابقى انا فانكي وايلد فاهم ما تتدخلش في الملكش فيه همشيك اوكي يلا يلا ستاند باي 5 4 3 2 1 صباح الخير يا مزاريتا صباح اشتاط النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريتا تي في هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريتا تي في المزاريتا بقت على الخريطه ايه عيد مش عيد تاني مش عيد مش هتديني اداء انا عملت ده وخلاص خلص الموضوع مش ممكن اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد برنامج الست الفت النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان ودايما بيشتروها من بره بس لا نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحه اولادنا وعلى الدايجستيف سيستم بتاعتهم احنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجه اسمها مستحيل مفيش حاجه اسمها ان البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره احنا هنا بنعمل كل حاجه في بيوتنا بايدينا النظيفه والمقادير بتاعتنا سهله جدا وبسيطه جدا جدا وموجوده في اي سوبر ماركت والمقادير هي 1/2 كوب اوف زيت زيتون 3 حبات رمان بصلتين مبشورين وبيض وملح بيدوب في نص كوبايه ميه دافيه والدقيق وطبعا البروكلي والبروكلي ده ايه مش هو الكرات اللفت من غير ميه نقول المقادير مره تانيه ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دفلهات العالم لخطوط الموضه لعام 2010 هيعجبكم جدا لا هي الطوطة دي يا زوين ده شكله بده كاس العالم للمقتبير طب خلص خلص قبر يلمك But now that I've had time to absorb it loving this It's all working out Yeah, I didn't throw any of that out It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet. That means two toes facing forward and two facing backward to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created. قروا في قرفكم يمين بالله العيال دي لوزرز أكبر لوزر زي كبير هي العيال دي هتيرة واللي عاملين برنامج عن السحالي والإبراص دول مليين البلد احنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب لا ولا البت أشلي جايبة لك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة بس هي ما تقوليش نسوين على رأيك يا كبير هي دي نسوين فين الست إليسة والست هياتم وال شوفي عم يعملوا كيف بنجح شوفي شوفي على فكره دي مسروقه مسروقه منين؟ بنت ماي راي اللي هو انا ده بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت دي اللي عم يعمل الدين اه صح اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار بس ليه كل الحمير تقليديه ليه كلهم يا ابيض يا جراي ليه مفيش حمار مميز ومن هنا بقت دي فكره البرنامج
ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. ان مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل ان مشمش اتشقلبت احواله، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وهوشه. والمهم قلت لازم القى حل للمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يسترها ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر. إيه يا هاتير أنت؟ تدخل سويقة في حريم. العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيوني سات عيبلغ جنابك إنه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل التلفزيون في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. أمر جنابك. عاوزك أول ما الليل يليل، ما إحنا بالليل، أول ما الناس تنام ارتحت كده تنزل تبدر البلد كلها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا برشور. آه. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناتي الكبير مغرقه كل مكان. امن جنابك هيحصل يا كبير. فزاع. ايه طير انت.